كابتن عادل، خلينا نتكلم شويه عن الفنيات. في ماتشات حلو جدا ان احنا نبدا بيها بشكل دفاعي وده بيبقى المطلوب، وفي ماتشات بتبقى لازم تحسم فبتبدا تهاجم من الدقائق الاولى وتحسم لي بقى المباراه. اعتقد هو ده اللي المفروض موسيماني هيعمله او تقريبا هيلجا ليه في الماتش مع الوداد باذن الله. بتشوف المفروض يزج بمين كهجوم في البدايه برضو علشان نحاول نقرا المشهد هيبقى عامل ازاي؟ شوف، احنا لعبنا يعني من الحاجات الجميله جدا ان موسيماني اول ما جه كان جاي على الوداد على طول. انا فاكر وكان على الوداد هناك صحيح، وكسبنا 2-0 وكان بيعمل ضغط من البدايه، وشفنا جول مجدي قفشه لما ضغط على السيرت باك والغلطه. فهو عنده خلفيه عن الوداد وعن اللعب بخارج أرضنا. وبالتالي انا بشوف ان هو من المدربين اللي هو عنده اتزان، وخاصة في الماتشات الكبيرة. يعني شفنا في كأس العالم للأندية لما بيلاعب هو معاه 14 كارنيه بيلاعب النادي بطل المكسيك، يعني بيلاعبهم بطريقة دفاعية هجومية على أعلى مستوى من على الرغم من النقص الكبير اللي كان عنده. كان عندنا يمكن 7 أو 8 أو 9 باللعيبة المحترفين ما كانوش موجودين، وبالتالي من ضمن ميزاته انه بيبقى فيه اتزان، وهو بيدافع كويس قوي، وهو بيهاجم كويس قوي. احنا شفنا الماتش بتاع لسه من يومين مع انبي، عنده نقص 4 مهمين جدا في وسط الملعب، بيلعب بقفشه وقفشه ما بيلعبش في الحته دي خالص، كوكا ما بيلعبش في الحته دي خالص، ومع ذلك عمل طريقه لعب بحيث انه الشحات يسقط، طاهر بيسقط، فعمل كثافه في وسط الملعب. ما تحسيش ان ابدا كان في سيطره من انبي اللي هي بتتميز بوسط الملعب القوي، ما تحسيش ان في يعني مش عارفين يسيطروا. انت اللي مسيطر الشوط الاولاني بالكامل على وسط الملعب نتيجه انه عمل الجزئيه ديت واللي ما حدش اتكلم فيها. يعني بص تلاقي الشحات وطاهر بينزلوا في وسط الملعب مع قفشه مع كوكا، وساعات شريف بيسقط شويه، فتحس ان هو بيقدر ان هو وهو بيدافع قافل المفاتيح كويس. وفي نفس الوقت شفناه لما الراجل المهاجم اللي مدوخ الدنيا بتاع انبي ايبوكا فسلمه لرامي، ورامي ما خلاهوش يعمل ولا شوطه على مرمى الشناوي. ده برضو كلها تعليمات من المدير الفني انه وانا بدافع كويس قوي، عارف اللي قاري المنافس كويس، خاصه في ماتش الوداد هيبقى ماتش واحد، وبالتالي ما عنديش المجازفه. هو اصلا دي ما عندوش المجازفه ان هو يهاجم من غير ما يدافع. هتبقى الماتش فيه اتزان، وهيلعب المجموعه اللي هي تقدر، وهيقسم المباراه بحيث انه عارف ان طبعا. وبرضه دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا يعني دايما بأركز عليها، لعيبه النادي الاهلي لا تتاثر باللعب خارج لا احنا خدنا بطولات اكتريتها خارج ملعبنا، يعني ما يعني فيش مشكله. يعني احنا شفنا واحنا بنلاعب الدخيل في خطر، بنكسبهم، مونتيري بنكسبه، بنلاعب الهلال في كاس العالم للانديه بنكسب 4. هو مش قصه ارض الغير، هي ملابسات هذه المباراه تحديدا مختلفه، على اساس ان انت بتلعب على ارض الغير المنافس، اللي هو كان من العدل ان هو ما يكونش على ارضه بس وسط جمهوره. دي النقطه اللي احنا انا قلت معاكم قبل كده انه اللعيبه بتاعتنا عندها من الخبره ان هي بتلعب ودانها مقفوله، طبعا ودانها ما بتسمعش، ودانها مع المدير الفني وبتشتغل الشغل المحترفين المظبوط. ببدا من تحت مظبوط، بادي هجمتي مظبوط، بادي الواجب الدفاعي مظبوط، في اكتر من كابتن في وسط الملعب، اكتر الشناوي في الخلف. فعندنا الحته دي اللي انا برجو ان الناس تبقى مطمئنه عليها، ودايما رجاله النادي الاهلي بيبانوا في المواقف الصعبه.